والله هو كلاعب خلوق، انسان كويس طيب، لكن هو المشكله ان ما عندوش ثقه في نفسه. وبعدين اخد اكتر من فرصه، يعني في لعيبه كتير قوي 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 بتتمنى يمكن مش نص، يمكن ربع الفرص اللي خدها، لكن هو ما عرفش. اكتر من فرصه خدها مره واثنين وثلاثه، وكان طبعا املنا فيه كتير كبير، يعني لما جه الاسماعيلي كان املنا فيه كبير، لكن مش عارف هو في حاجه عنده، مشكله عنده هو شخصيا. والله انا شايف اللي هو لعيب كويس ومش غلطه يعني هو عملها، يعني حاسب عليها يعني كده بالطريقه ديت، والجمهور يبقى قاسي عليه. يعني انا شايف اللي هو يعني ما غلطش غلطه، يعني مثلا غلطه عمر، يعني هو الفريق كله يعني كان مستواه يعني كان كويس. بس والله يعني هارد لك برضو للفريق، هي الكوره برضو مكسب وخساره. والله يعني انا شايف اللي هو لعيب كويس، واللي الناس ما تجيش عليه وتهاجمه بالطريقه ديت. هو كان فاكر ان هي اوفسايد وغصب عنه، بس هو لعيب محترم، ولعيبه النادي الاهلي كلهم معروفين اللي هم لعيبه محترمه، والكوره مكسب وخساره. يعني هو محسن ما ظهرش مستوى كويس خالص، بس اي ممكن اي لعيب يجي له فتره كده مستوى ينزل، عشان هو ليه فتره ما لعبش، وبعد كده احنا قعدنا 3 شهور ما لعبناش كوره. ما يحكمش على الانسان على طول كده انه وحش، ممكن ربنا يسهل ان شاء الله ويرجع مستواه. برغم ان انا زملكاوي، بس برضه بقول كلمه تقدير ان شاء الله، ربنا يسهل ان شاء الله ويرجع مستواه كويس. بس لحد دلوقتي هو لسه ما رجعش مستواه. انا اهلاوي ومشجع النادي الاهلي من وانا صغير. بالنسبه للكابتن مروان محسن، يعني هو تصرفه هو طبعا يبدو ان هو عجيب، لكن اكيد يعني هو يعني غلبت عليه الاخلاق اكتر من زي بالظبط فاول او لاعب واقع او هو بصلها من الناحيه دي اكيد، الله اعلم طبعا، لكن ملهاش تفسير تاني غير كده. هو الجانب الاخلاقي كده. مع علي خليل زمان دخل جون في الاسماعيلي وكان الشبكه مخرومه، وراح اعترف للحكم ان الهدف مش هدف، الكره دخلت من بره، وحتى حسن حتى ساعتها اعترض يعني. بس ما فيش جانب الاخلاق يا جماعه لازم يتغلب. يعني شفت موقف مروان محسن ضيع لي شويه، المفروض كان هيجيب جول ساعتها التعادل، كان هيبقى ايه موقف حلو، بس اصبح هو ما جابش الجول خلاص.